بطون قرشية الله وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن وهو أول من أهدى البدن إلى رحاب الحرمية الله وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم ذكر الله تعالى ونبى الله ابن مضر بن لزار الله ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائدا فرائده بنان السن سنيا ورفعه إلى الخليل إبراهيم أسجد عنه الشارع وأبا إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه الله وأعظم به من عقد كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم الله